كده احنا خلصنا سمبثاتيك 2 هيلاند نيك. هناخد بعد كده سمبثاتيك 2 ثوراك. بس قبل بقى ما ادخل معاك في سمبثاتيك 2 ثوراك هديك حاجه اسمها جولدن رولز. ما هي الجولدن رولز؟ القواعد الذهبيه. قواعد ذهبيه يعني ازاي تالف صح، ازاي تطلع المعلومه وانت مدرك ان هي 100% صح. مش عايز حفظ، هتحفظ ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب يا جماعه بالذات الفيزيولوجي مش حفظ. الفيزيولوجي ده 12 كتاب، اكتر من 12 كتاب برانش يعني. رينال، دايجستيف، سي ان اس، وما ادراك من سي ان اس. الكارد باسكولار ده ما يعني موسوعه لوحده. المصل، البرانش اللي انا بشرحه دوت. البلاد، ريسبريشن. ما تلجاش للحفظ. انا بقول لك اهو معايا انا بالذات فيزيولوجي ما تلجاش للحفظ. تخيل وافهم. تعال بقى اقول لك بقى ايه بقى المفاتيح اللي هديها لك ديت او القواعد الذهبيه دي اللي هي هتسهل لك العمليه. اللي هيتعبك وانا بشرح بعد كده مثلا او انت بتيجي تقرا اللي هتلاقي السمساتيك نيرفس سيستم بيعمل اكشن، الباراسمساتيك بيعمل اكشن، ساعتها تبقى انت الامور فيج غامضه، امور مش واضحه او كذا. هخليك ان شاء الله الامور تبقى واضحه جدا. أول قاعدة ذهبية اللي هي قاعدة عامة بالنسبة للأوعية الدموية البلود فيسلز. السمساتيك بيعمل إيه والباراسمساتيك بيعمل إيه؟ فأنت احفظها معايا كده. ده السمساتيك. نيرفس سيستم ده الباراسمساتيك. سمساتيك نيرفس سيستم. عظيم. طيب احنا هنا يا جماعه بالنسبه اهو اتكلم بالعربي اوعيه دمويه، اوعيه دمويه انجلش البلاد فيسلز. اللي بالنسبه للبلاد فيسلز السمباثيك بيدير دايما قلنا فيزو كونستريشن في سي. كلمه في سي معناها فيزو كونستريشن. فيزو كونستريكشن عظيم. ماشي ده هو ده. ايه اللي ممكن استفيد منه بقى؟ هو اصلا اسف قبل ما اقول لك ايه الاسم، هو بيعمل فيزو كونستريكشن لمين؟ قال لك كل البلاد فيسلز، كل الاوعيه الدمويه اكسبت ما عدا حاجتين، الكوروناري بلاد فيسلز والسكيليتال بلاد. صح معايا بقى؟ صح معايا. اقول لك ليه؟ ما هو انا كل حاجه اقول لك ليه؟ مش عمري ما هقول لك حاجه كده احفظها كده. احنا قلنا بيدير فيزو كونستريكشن، يضيق كل الاوعيه الدمويه ما عدا حاجتين. الكوروناري بلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه التاجيه اللي هي الشرايين اللي هي راحه للقلب بتغذي القلب ثم الكوروناري ارترز، والسكيليتال بلاد فيزلز العضلات الاوعيه الدمويه اللي راح العضلات. هو بيضيق السمساتيك، بيضيق كل الاوعيه الدمويه. فيزو كونستريكشن اول بلاد فيسلز اكسبت كروناري اند سكيليتال بلاد فيسلز. طب ليه السمساتيك عامل كده؟ يا سيد الفاضل صح معايا. واحد احنا قلنا دايما السمساتيك بيعمل كنترول على جسمك امتى؟ او يا دوب اثناء الاكسرسايز مثلا. واحد بيجري، تتخيل كده هو شخص بيجري خايف من حاجه او في عركه مثلا بيتخانق مثلا. ماشي، تخليك مع اللي بيجري ده عشان تبقى متخيله اكتر. اللي بيجري دوت مين اللي هيساعد في الجري؟ السكيليتال مين؟ مصل. السكيليتال مصل دي اكتف ولا مش اكتف؟ طيب انت عندك السياره يا اخي، السياره لما تشتغل كتير اكيد تستهلك مصل او بتستهلك بنزين كتير. طيب
فانت نفس الكلام المسلز في الحاله دي بتبقى محتاجه بلاد فلو يعني سريان للدم كتير، فلازم نعمل ايه؟ نوسع لها اللي هي الشرايين. عظيم. طيب طب مين بقى اللي هيضخ بقى؟ مين اللي هيساعد؟ الهارت. يبقى العضله لما تشتغل لازم القلب يتعب عشان خاطر العضله. ليه؟ لان العضله الهارت يعني لازم يودي بلاد للمصل، فالاكتيفيتي بتاع الهارت بتزيد، بدليل ان يا اخي اثناء الاكسرسايز بتلاقي الهارت ريت بتاعك ايه؟ بيزيد جدا، والباور بتاعك والتراكشن بيزيد. بفعل مين؟ السمباثيتك. طيب الورك بتاع القلب لما يزيد برضه استهلاكه من الاكسجين هيزيد، وبتبقى عايز بلاد. يبقى انا دلوقتي انا محتاج اثنين في اثناء الاكسرسايز محتاج يصيرهم فيزودايليتيشن، اللي هو مين؟ الهارت اللي هو الكوروناري والبلاد بتاع السكيت المصري. عظيم. طيب ليه بقى السمباثيتك عمل فيزو كونستريكشن لكل الاوعيه الدمويه الثانيه؟ هقولها لك بمنتهى البساطه. انا قلت لك الفيزو كونستريكشن ده ميزته ان هو بيرفع الضغط. قلت لك ما هو البلاد بريشر، ده اللي بيعمل بوش للبلاد ويساعد في السيركوليشن. دي حاجه عظيم. في حاجه ثانيه، هو ديورنج الاكسرسايز انت عمال بتجري مثلا ولا بتاع، انت في عندك اورجانز مالهاش اي لازمه في التاريخ، يعني مش قصدي اسف مش مالهاش لازمه، قصدي مالهاش دور في الموضوع، مثلا الكيدني، الانتستين، الاستومك، السكين ذات نفسه، ده انت بتجري. قلت لك ففي اورجانز هتلاقيها اكتف قلنا زي الهارت وزي السكيتا المصري، وفي اورجانز ان اكتف زي منطقه السبلانكين. السبلانكين منطقه الابل السكين. فانت نظامك هو حاجه بنسميها اعاده توزيع الايه؟ الثروات. اعاده توزيع الثروات ازاي؟ ان انا دلوقتي في عندي اماكن في جسمي اكتف واماكن الاكتف، فلازم اعمل ايه؟ لازم اضيق البلاد فيسلز الاماكن اللي هي الاكتف علشان اعمل سكويز اعصر الدم اللي فيها ويروح لمين؟ الاماكن الاكتف اللي انا وسعت لها اوعيه دمويه واضحه. عشان كده عمل فيزو كونستريكشن لكل بلاد فيسلز اكسبت الكورونري والسكيتا المصري. عظيم. طيب طب الباراسمساتيك بقى، الباراسمساتيك اعمل العكس ازاي؟ هو هيعمل فيزو دايلاتيشن. فيزو دايلاتيشن لكل البلاد فيسلز اكسبت مين؟ اكسبت حاجه واحده بس، اكسبت الكورونري. يعني هو ما فيش اصلا انرفيشن للبلاد فيسل بتاع السكيتال. مين؟ السكيتال بالنسبه للباراسمساتيك. عظيم. طيب ايه اللي ممكن يعني ايه اللي ممكن نستفيد منه؟ قلت لك كل معلومه انا عايز كل معلومه تفيد معلومه اخرى، يعني تفيدني في معلومه اخرى وهكذا. هما بقى يعني اوضحها لك اقول لك ازاي. احنا اتفقنا ان الباراسمبثاتيك هو ريست اند دايجست، يبقى مين اللي بيعمل؟ وانت عشان تعمل دايجشن لازم تزود السكريشن بتاع كل الجلاند، الدايجستيف جلاند في الجسم، السليبر جلاند، الجاستري جلاند، البانكرياتيك جلاند، البايل اللي هو من الليفر، العصاره المعويه اللي هي انتستنال سكريشن او انتستنال جوس العصاره. طب انا عشان هو انت فكر ان مثلا اي جلاند مثلا، احنا اتفقنا دايما الباراسمبثيك هو اللي بيساعد في مين؟ في عمليه الدايجشن، بيساعد في عمليه السكريشن. ده خدها مني قاعده كده، مين اللي مسؤول عن عمليه السكريشن؟ هارا سمبثيك. طيب هو لما اي جلاند يا جماعه عايزه تفرز عصاره هتفرزها منين؟ ما هو ميه وانزايم ووتر مثلا وانزايم ومينرال مثلا، هي هتجيبها منين الجلاند؟ هتجيبها من بلاد. ليه بقى الباراسمبثيك بيزود السكريشن؟ ذكاء كده، لانه بيوسع الاوعيه الدمويه. لما بيوسع الاوعيه الدمويه يقوم البلاد يروح للجلاند كتير، يقوم السكريشن كتير. طب ليه ما اقول لك السمباثيك ملوش علاقه بالدايجستيف سكريشن او بيقلل السكريشن؟ ما عدا حاجه واحده بس، ما عدا السويت. لانه بيدير فيزو كونستريكشن. يعني وبالتالي انا المعلومه اللي هستشفها بعد كده بتجاوبها وانت واثق من نفسك. لما بقول لك الباراسمبثيك ده بيعمل ايه؟ تقول لي بيزود السكريشن. بيزود السكريشن. طيب لا السمباثيك لا، السمباثيك مالوش بيقلل. طيب
ايه المعلومه الثالثه اللي انا استفيد منها؟ حكايه الفيزو كونتراكشن وحكايه الفيزو دايليتيشن. صح معايا شويه. هنيجي لعمليه بالنسبه للميل او حتى الفيميل. بس في الميل في عندنا اللي هو عضو الذكوره اللي هو البينس، واللي بيناظر البينس في الفيميل اللي هو حاجه اسمها كليتورس. ما اعرفش بالعربي بازر ما اعرفش اللغه العربيه. المهم كليتورس ماشي. بينس كليتورس. تعالوا بقى بالنسبه لايه؟ كل كلام على البينس. ازاي البينس ده يا جماعه بيحصل له اثناء السكشوال انتركوز؟ بيحصل اريكشن. ابقى يعني ابسط لك المعلومه شويه كده. انت عندك توبو او بالمصري اللي هو خرطوم، يعني خرطوم. مره هجيب لك الخرطوم دوت ما فيهوش ميه خالص. مره هجيب لك الخرطوم او التوبو ده وهو مليان ميه. في انهي حاله هيبقى التوب ده والخرطوم هيبقى ريجيد؟ اكيد لما يبقى مليان ميه هيبقى مرخي قوي لو هو ما فيهوش مين ميه. نفس الكلام ازاي بيحصل حاجه اسمها اريكشن؟ اريكشن اللي هي انتصاب. مين بينس بيبقى ريجيد. طيب يبقى انت بقى صحصح معايا بقى، انت كده خلاص انا فتحت لك المعلومه. اكيد الدم اللي بيروح كتير، البلاد لما يروح كتير للبينس يعمل اريكشن. البلازما هيروح زي كتير للبينس، لازم اعمل فيزو دايليتيشن. يوم البلاد يروح كتير يعمل مين اريكشن. انت بقى خليك ذكي اهو بقى. لما اجي اسالك اقول لك مين الانهي سمباثيتك ولا باراسمباثيتك اللي مسؤول عن الاريكشن؟ ده سؤال شهير جدا بيجيبه. تقول لي الباراسمباثيتك لانه بيدير فيزو دايليتيشن، بيزود البلاد فلو. حتى على فكره برضو عشان تبقى انت فاهم الحته ديت، او انا كاتبها بس باختصار، ان الفيزو دايليتيشن دوت بالبارازيتيك بيزود ماده في جسمك اسمها نايتريك اوكسايد. هتلاقي كاتب الاختصار ده موجود مش عارف، هيمر علينا صفحه بعد كده. يعني البارازيتيك بيزود ماده اسمها نايتريك اوكسايد، دي بتعمل فيزو دايليتيشن. برضو عشان اربط لك ده بالواقع، ده شهير اللي هو الفياجرا اسمها سيل. كل حاجه هتاخدوها ان شاء الله في الفرن. سيل دي نفال. هي الفياجرا دي بتعمل ايه؟ الفياجرا دي او سيل دي نفال دي بتزود برضه نايتريك اوكسايد. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تعمل فيزواليتيشن. تقوم تساعد في مين؟ تساعد في عمليه الاريكشن. انتهينا. طيب تعالى بقى قول لي، طيب بالنسبه للسمباثيتك يعمل ايه؟ معروف ان بعد ما عمليه الاريكشن او بعد الاجاكوليشن بس حاجه اسمها شرينكج اللي هو انكماش. الانكماش هيجي ازاي؟ عكس بقى، ما انت لما تزود قلنا البلاد فلو ده يعمل ايه؟ يخليه ريجيد ويعمل اريكشن. عكس بقى، افرض بقى هتسحب الدم تعمل ايه؟ تضيق. لما تسحب الدم من البينس حاجه اسمها شرينكج. يبقى اذا السمباثيك بيعمل ايه؟ هتقول لي بيعمل شرينكج. ما هو فيزو كونستريكشن شرينكج اوف بينس اند كليتورس. يبقى دلوقتي قلنا ثلاث حاجات اهوت، ان بيعمل سمستاتيك بيدير فيزو كونتريشن لكل بلاد اكسبت الكورونري وكذا، وفسرتها لك ليه اشمعنى واضحه. وبناء عليها هتاخد معلومه ثانيه، بيقلل البلاد سبلاي للجلان يبقى بيقلل السكريشن ما عدا السويت. بيعمل فيزو كونتريشن يعمل ايه في الجينيتال سيستم؟ بيعمل شرينكج. والثاني العكس. اوكي؟ طيب دي بقى ثلاث معلومات اهوت خدناهم لهم علاقه بمين؟ بالبلاد فيسل. ايه تاني بقى؟ ايه تاني اللي هو جولدن رولز؟ اكيد يعني مثلا لما اجي اقول لك على حكايه توسيع الحدقه بتاع العين، وبرضه في عندنا حاجه اسمها البرونكوبلوكيولز اللي هو الشعب والشعيبات الهوائيه. يقول لك سمباثيك بيعمل برونكو دايليتيشن، بيوسع الايه؟ السمباثيك نيرفس سيستم بيوسع الايه؟ بيوسع الشعب. الباراسمباثيك
بيضايق الشعب. الأداء بيعمل حاجة اسمها برونكو دايلاتيشن. برونكو دايلاتيشن أهو بالعربة توسيع الشعب الهوائية. طيب ليه السمستاتيك بيعمل برونكو دايلاتيشن؟ يا أخي واضحة يا أخي. عندك واحد أثناء الإكسرسايز مين اللي قلنا المسيطر على جسمك؟ سمبثاتيك. طيب أثناء الإكسرسايز أنت عايز تودي أوكسجين كتير للهارت والمصل وكده، لازم نوسع مين؟ نوسع الشعب. حتى الناس اللي إن شاء الله لما تاخده في الفارماكولوجي وتكبر شوية كده هتلاقي دايما الناس اللي هي عندها حاجة اسمها أزمة الربو أو كذا ياخدوا بخاخة كده اسمها الفنتوبين. المهم دي المادة دي بتنشط اللي هي حاجة تخص السمبثاتيك، هوضحها كمان شوية. بتعمل توسيع لمين؟ الشعب. الباراسمبثاتيك كل حاجة لها حاجة يا جماعة، يعني كل حاجة لها داعي، يعني أنت عايز توسع الشعب. حسب المين؟ حسب الاحتياج، واحد في أثناء اكسرسايز محتاج هنا أكسجين كتير، فلازم يوسع الشعب. واحد نايم بقى، أنت نايم بقى ليه تزود ضربات القلب وليه تزود الشعب؟ بالعقل مفيش احتياج لكده، واحد نايم مريح. فيبقى اذا الباراسمبثاتيك بيعمل ايه؟ بيعمل العكس، بيعمل برونكو كونستريكشن، ضيق في الشعب. هتلاقي يعني غالبا وهنا دايما الباراسمبثاتيك بيبقى دوميننت امتى؟ اللي هو السياده او السيطره على جسمك بالليل. يعني مش شرط بقى، مش شرط الكلام ده يبقى بيرفكت 100% يعني، بس يقول لك ايه الدكاتره يقول لك معظم حالات برضو الناس اللي بيجي لها ازمات ربو وبتاع تكتر قوي بالليل، لان مين اللي زاد الطين بله زي ما يقولوا؟ هو اصلا عنده حساسيه مثلا لاي حاجه معينه. مين اللي هيزود الطين بله؟ مين اللي هيزود المشكله؟ اللي هو الباراسمبثاتيك هيدير فيزو اسف برونكو كونستريكشن. طيب تعالى لمين بقى؟ تعالى للحدقه، الحدقه بتاع العين برضه. خلاص قلنا ده يوسع الشعب، مفيش بقى، مش عايز بقى والنبي ارجوكوا اللي هو اللخبطه ده ايه؟ ده بيوسع الشعب ويضايق الاوعيه الدمويه، مفيش علاقه بين الاثنين، ما تقعدش تربط الاثنين ببعض. ماشي؟ دي بيوسع الشعب ويضايق الاوعيه الدمويه، تيجي ازاي؟ بلاش الطريقه دي. بنلاقي هنا برضو ده بيوسع الحدقه، توسيع الحدقه. هي بيوبل دايليشن. ده بتضييق لمين؟ تضييق للحدقه اللي مسميه بيوبل كونستريكشن. طيب تعال بقى للاخر اخر اخر حاجه بالنسبه للقواعد بقى. حاجه جميله جدا هقول لك عليها دلوقتي. اللي هي بس السمبثاتيك ده البارا سمبثاتيك. بص معايا هديك مثال لحاجه اسمها يورينال بلادر. بس احنا هنطبق الكلام ده على اربع حاجات دلوقتي من ضمنها اليورينال بلادر. بالنسبه للمثانه يورينال بلادر يورينال بلادر انت الحاجه طبعا هناخدها برضه في تاني طب، بس انت لازم تكون عارف دلوقتي. قلنا ده اللي هو اليوريتر وده اللي هو الوول بتاع البلادر. الوول بتاع البلادر يا جماعه في سموث ماسلز او ساعات بنسميه ديتروزر ماسل. ما تشغلش بالك قوي بالاسم ده. تمام، في سموث ماسلز موجوده في الوول. في عندك تحت في النك بتاع البلادر في العنق بتاع المثانه بتلاقي في عندك سفنكتر، عضله عصره اسمها انترنال يوريثرال سفنكتر. بس بلاش بقى الكلكعه دي كلها، هنسميها سفنكتر وخلاص. سفنكتر عضله ايه؟ عضله عصره. بص خلي بالك بقى دلوقتي، انت العقل كده بالراحه كده ومش عايز بقى ايه زي ما قلت لك عنف مع المعلومه. انا بقول لك دلوقتي انت عايز اليورين يحصل له ستورج، تخزن ازاي؟ لازم اقفل المحبس.
ماشي ورخ الوول وريلاكس الوول. خلي بالك دي سموث ماسلز ودي سموث ماسلز برضه يعني دي الاثنين بيوصل لهم اوتونوميك. طيب يبقى انا اعمل ايه بقى لو انا عايز اعمل ستورج لليورين او ريتنشن يعني احتياج ريلاكس الوول وانت ركز فيه رخ الوول واقفل المحبس من تحت. طيب ماشي. طب افرض انا عايز اعمل بقى بكتيوريشن يعمل العكس يعمل كونتراكشن اسمه مقطع الوول وريلاكس مين رخ السفنكتر اللي عملت. طيب مين بقى مين اللي يخزن ومين اللي يفرغ؟ هتقول انا هتلخبط. مش عمرك ما تلخبط. لما اجي قلت لك المثال الشهير اللي هو الراجل العظيم محمد علي كتير في اثناء في الحلبة ده وقاعد بقى عمال يدي ويجري ويتنطط ويدي بوكسات وحاجات زي كده. هل النبي بيقول بس الراجل اللي هو مش عارف المراقب ولا بتاع ده اللي عايز اروح الحمام حمام مين؟ ملغي ملغي الحمام ملغي. يفكر في اكل ملغي. مين اللي مسيطر على جسمه؟ سمباثيك. السمباثيك ده هو اللي بيعمل مين؟ السمباثيك ده بيعمل ريتنشن. ريتنشن يعني كلمه ريتنشن معناها اللي هو ستورج يعني ستورج اللي هو احتجاز. انا بدي هنا مثال اللي هو مين؟ هو اليورين. طيب لما اجي اقول لك الباراسمباثيك الباراسمباثيك ما هو ايه هما الكلمتين اللي هما بيشتغل بهم الباراسمباثيك؟ يقول لك ريست ودايجست. ريست ودايجست قال لا يعني ريح وانت كده واهضم وبتاع واتفرج على التلفزيون وانت ريلاكس خالص يعني ماشي. ريست ودايجست. هو احنا عندنا في الفلاحين او في مصر مثلا او العرف يعني بيقول لك ايه واحد مزنوق مزنوق عايز يروح الحمام بعد ما يطلع من الحمام يقول لك الله ده انا ارتحت انا ارتحت أنا يعني يعني مين بقى مين اللي ريحه؟ مين اللي ريحه؟ برا سمباثيك اللي عمل كونتراكشن وول. على فكره على فكره في الـ انا استغربت في كندا في طبعا مشهوره باماكن معينه كاشهر حاجه حديقه الحيوان. حديقه الحيوان ده على بعد على قصدي مسافه حوالي 100 كيلو مثلا مشهوره جدا حديقه الحيوان بتاعت تورونتو دي. هتستغربوا احنا عندنا في الفلاحين بيسموا الحمام بيسموه بيت الراحه. بيت الراحه لانك بتستريح ماشي. لقيت بقى مكتوب على البتاع ده على الحمام ريست هاوس. استغربت جدا قلت يا خرابي ده احنا الفلاحين نقول على بيت الراحه هم كاتبين برضه بيت الراحه برضه على الايه الحمام لانك بتستريح. يبقى المهم خلاصه الموضوع انا بس بفكرك ان مين اللي بيريحني اللي هو البارا سمباثيك. يبقى البارا سمباثيك بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كونتراكشن. يلا يا شباب بسرعه بقى كونتراكشن للوول. خلي بالك اهو انا معايا انا معايا السمباثيك بيعمل ريلاكس الوول وكونتراكت السفنكتر. لما اجي اقول لك علامه السالب دي نيجاتيف دي معناها ريلاكس والعلامه البلس معناها كونتراكت. ده يعني العكس ده يعمل العكس اللي هو الباراسمباثيك يعمل ايه في الوول ويعمل ايه في السفنكتر. يلا يا شباب بسرعه كده يعمل كونتراكشن الوول وريلاكس السفنكتر وبالتالي لما يعمل كونتراكشن الوول وريلاكس السفنكتر خلاص اليورين ينزل اليورين ينزل اليورين ينزل ترتاح انت ماشي. يبقى معروف بقى مين اللي بيعمل ايفاكيويشن اهو. خلي بالك من كلمه تنشن وخلي بالك من كلمه مين ايفاكيويشن. ايفاكيويشن معناها يا جماعه تفريغ معناها تفريغ. طيب انا قلت انا عايز اطبق الكلام ده على ثلاث حاجات على اربع حاجات عشان ما مش عايز تلخبطه بعد كده. المفاتيح دي هتخليك ماشي زي الصاروخ بعد كده. بص معايا كده ليه احنا اديت هنا مثال لمين؟ لليورين. يعني مين اللي بيعمل ريتنشن لليورين؟ السمباثيك. مين اللي بيعمل ايفاكيويشن لليورين؟ الباراسمباثيك. طب تعالى بقى للاستومك مثلا. تعالى للاستومك. ده الاستومك يعني. مثال مثلا. وعندك هنا الانتستين اهيت وعندك اللارج انتستين
هناخدها بعدين. مهم انت هناخد بس مثال للسمك. السمك دي فيها ايه؟ هل فيها فود ولا في فود يعني طعام؟ برود اكيد فيها فود، اكيد فيها فود عظيم. طيب برضه نفس الكلام، نفس الكلام انت علشان ال ال انت دايما يقول لك ايه؟ ناخدها في ابتدائي يقول لك المعده لما تهضم الطعام يعني يقول لك حركه المعده حركه رحويه عامله زي الرحى، تتحرك عشان تطعم ايه؟ تعمل حاجه اسمها جرايندنج اند ميكسنج فود وذ دايجستيف انزايم عشان تطحن الطعام وتخلطه مع ايه؟ انزيمات الهضم. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ مين اللي يعمل بقى؟ مين اللي بيعمل حركه في الوول؟ ها؟ فارس مثلا. تعالى بقى معاك هنا للاستومك يعني. هو انت علشان تهضم الاكل كويس ما تفرغش المعده على طول، لازم الطعام يفضل شويه في الايه؟ في المعده عشان ينطحن كويس وبرضه يتهضم كويس وبتاع، وبعد كده نفرغه. طب علشان يعني قصدي احجزه، فتره مين اللي يحجزه؟ مين اللي بيعمل؟ قال لك مثلا ليه بقى؟ انت في عندك هنا حاجه اسمها سفنكتر يا جماعه. وهنا قلنا مين؟ ده اللي هو الوول، ما نفس الفكره، وول في ماسلز. الوول في ماسلز مين؟ سفنكتر. لو تفتكر برضو ايام زمان في الابتدائي والاعدادي كانوا يقول لك المعده لها مش عارف فتحتين، فتحت الفؤاد وفتحت البواب، اللي هي الفتحه دي اسمها سفنكتر، اللي هتفتح الفؤاد لما انا مثلا ببلع باكل، واللي تحت دي تقفل. لو انا بقى عايز افرغ المعده الفتحه اسمها اللي هي البواب دي اسمها بايلوريك سفنكتر. بايلوريك ما فيش ده بقى اللي اتعبك معايا، المهم بس ان في سفنكتر تحت. فدلوقتي السمساري بيدير ايه؟ قاعده ريلاكس الوول كونتراكت سفنكتر، ريلاكس الوول كونتراكت سفنكتر، وبالتالي يعمل ريتنشن لمين؟ فود. طيب هنا كان بيعمل ريتنشن لمين؟ لليورين. خليك ذكي بقى انت كده، خلاص كده فهمت حاجتين اهم، ريتنشن للفود وريتنشن لليورين. ازاي؟ ريلاكس الوول كونتراكت سفنكتر. طب ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيعمل ايفاكيويشن لمين؟ لليورين. وبرضه ايفاكيويشن لمين؟ الفود، لانه بيزود مين؟ يلا يا شباب يزود حركه الوول وينهبت مين؟ السفنكتر، يفرغ. خلي بالك بقى الكلام ده يعني ممكن يمشي كمان على الانتستن، اللي هي السمول انتستن. السمول انتستن برضه ما يعني ما تفكرش ان هي انبوبه كده مفتوحه كده وخلاص، لا عامله زي نظام مثلا على انت ماشي على الطريق رايح مثلا من غازي، كل شويه تلاقي حاجه اسمها تشيك بوينت اللي هي اسمها ايه مش عارف، نقطه امنيه يعني. فانت برضه نفس الكلام، كنت كل ما تمشي شويه مثلا في الانتستن هتلاقي في نقطه، في سفنكتر، في سفنكتر. والوول في مين؟ في سموز ماسل. في عندنا بقى خلي بالك في حاجه اسمها الموتيليتي، انا بجيبها في امتحانات كتير ومصحصح معايا. الموتيليتي معناها الحركه، الحركه بتاع مين؟ بتاع الانتستن. الحركه دي نتيجه الوول، نتيجه مين؟ بس انت الحركه دي بتعمل ايه؟ بتدفع، بتعمل بوش للفود عشان ينزل. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تحرك الوول، تحرك الوول وترخي الاسفنكتر، البوابات تفتح، يقوم يحصل مين؟ الفود ينزل بقى، ينزل من السمول انتستين يروح للارج انتستين وبعد كده. فحركه الوول بقى بتاع الايه؟ بتاع الانتستين دي نسميها موتيليتي. نسميها مين؟ موتيليتي، بجيبها في الامتحانات خلي بالك اهو، موتيليتي. حركه الايه؟ حركه الموتيليتي والانتستين مثلا. مين اللي هيزود الموتيليتي؟ اللي هو يعمل كونتراكشن للوول. طب مين اللي بيعمل كونتراكشن للوول؟ هو الباراسمبثاتيك. يبقى الباراسمبثاتيك بيزود الانتستينال موتيليتي. هنا بقى هنا ده بيقلل مين؟ بيقلل الموتيليتي. انت بعد كده ان شاء الله هتفهم معايا ان لو زاد نشاط الباراسمبثاتيك والموتيليتي زادت ممكن يحصل ضياريه عن الاسهال. وعليك بقى ماده ضد الباراسمبثاتيك اسمها اتروبين تعمل كونستيبيشن. بعدين الموضوع ده. طيب ايه تاني بقى؟ انا قلت دلوقتي شرحت حاجتين، اليورين وشرحت مين؟ اللي حكيت الفود. ده بيعمل ريتنشن للفود، ريتنشن لليورين. ازاي؟ ريلاكس الوول كونتراكت السوق. ده العكس. طيب ايه تاني مثلا؟ تعالى حاجه اسمها جول بلادر. جول بلادر عندك مثلا ده الليفر. الليفر بيطلع منه حاجه اسمها الهيباتيك داكت. على فكره ما 100 مره مش عايزك تتلخبط بقى،
هنا مش موضوعنا، تاخده السنه الجايه. طبعا انت عارف ان بيبقى عندك فكره عن شويه كده خدناها هناك في الاحياء في الاعدادي ولا في الثانوي، ده الليبر. الليبر ده يا جماعه هو اللي بيصنع البايل. اياك تقول ان الحويصله الصفراويه هي اللي بتصنع البايل. البايل يصنع في الكبد ويخزن حاجه اسمها جول بلادر. جول بلادر، جول بلادر اللي هي هقول المثانه، الحويصله الصفراويه. الحويصله اللي ايه؟ الحويصله الصفراويه. جول بلادر. البايل بيطلع من الليبر، يتفرز من الليبر وبعد كده يمشي في الهباتيك داكت، تروح مش عارف حاجه اسمها سيستيك داكت، مش عايز تتكلم، يتخزن جوه مين؟ جوه الجلوكوز. طب معروف انت خدت في ابتدائي على فكره او في اعدادي، يقول لك ايه؟ البايل ده اللي هو عصاره الصفراء. يقول لك ما فائده عصاره الصفراء؟ انها تساعد في هضم وامتصاص الدهون. انا فاكرها من ابتدائي انها تساعد في هضم وامتصاص وتحول مش عارف حاجه اسمها مستحلب دهون. يبقى انت دلوقتي لو بتاكل ماده دهنيه، ماده يعني ريتش ان فات، يبقى انت محتاج البايل. طب البايل اصلا متخزن فين؟ في الجول برادر. طب ازاي بنخزن بقى؟ ما هو القناه ديت هي بنسميها قناه الصفراء، دي بنسميها بايل داكت. بايل داكت، البايل داكت دي يا جماعه بتروح تفتح مع البنكرياس. خليك ذكي بقى وافهم معايا الحته دي. يعني ده الاستومك، دي الاستومك وده البنكرياس ودي قناه الصفراء. ده اول حاجه اسمها ديودينم دوادنم، لها كذا نطق. المهم خليك في ديودينم. الديودينم ده اللي هو بنسميها الاثنى عشر، اللي هي اول منطقه في الامعاء اللي العصاره الصفراويه اللي هي جاري، والعصاره البنكرياسيه، الاثنين بيفتحوا فتحه مشتركه في الاثنى عشر. سيبك من البنكرياس دلوقتي، خلي بالك. هنا انا البايل قاعد فين؟ البايل قاعد في الجول بلادر. طيب ماشي، انا عايزه كده عمال على بطال ينزل؟ لا طبعا، انا عايزه ينزل وقت لما باكل، بالذات خصوصا لما يكون في فاتي نيل. ففي هنا سفنتر هنا يا جماعه، تقفل عن الموضوع. يعني في نهايه البايل دكت اللي هي قناه الصفراء ديت عند البنكي، عند الهيد بتاع البنكرياس، في سفنكتر اسمها سفنكتر اودي، مش موضوعنا برضه، في سفنكتر وخلاص ماشي. وفي عندك هنا، في لو انت عايز بقى تفرغ البايل تعمل ايه؟ انت عندك وول وعندك مين؟ سفنكتر. تقوم تعمل كونتراكشن للوول وريلاكس السفنكتر. كونتراكشن للوول وريلاكس مين؟ السفنكتر. يوم مين؟ يوم البايل مين؟ يوم البايل يتفرغ. يحصل ايفاكويشن، يحصل مين؟ ايفاكويشن. مين اللي بيدير؟ مين القاعده الذهبيه؟ مين اللي بيعمل كونتراكشن للوول وريلاكس السفنكتر؟ الفارس المسدس. يبقى الباراسمبثيتك دلوقتي بيعمل ايفاكيوشن لكام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايفاكيوشن للفود، ايفاكيوشن لليورين، ايفاكيوشن لمين؟ للبايل. طيب العكس بقى، مين اللي بيعمل ريتنشن بقى؟ احتجاز او ستورج. سمباثيتك ليه؟ لانه ريلاكس الوول قفل المحبس، يعمل ريتنشن لليورين، ريتنشن للبايل، ريتنشن للفود. اخر حاجه بقى اللي هي الفيسز بقى، اللي هو بينظم مين؟ بينظم حكايه اليورين. الفيسز دوت اللي هو الستول او البراز يعني، ده بيتجمع في حاجه اسمها الديستال كولون، اللي هو القولون اللي هو المهم. انا هقول مثلا ده حاجه اسمها الريكتم او المستقبل او ده الكولون مثلا ماشي. وهنا في طبعا في سفنكتر، طبعا في سفنكتر هنا اسمها انترنال انال سفنكتر، اللي هي العضله العصره مش عارف الشرجيه. المهم انت دلوقتي افهم معايا، والستول موجود اهو، الستول هنا ده الستول او الفيسز. ال في انت عندك برضو ده في وول، في مين؟ وفي عندك سفنكتر، حاجه قافله اهي. فانت علشان تفرغ الستول تدير الحركه اللي قلت لك عليها، تدير كونتراكشن للوول اللي بنسميها موتور للوول، بات ريلاكس السفنكتر، تعمل كونتراكشن للوول وريلاكس السفنكتر. مين اللي بيعمل كده؟ الباراسمبثيتك. الباراسمبثيتك بيعمل ايفاكيويشن للفيسز. ده لا، ده العكس، ده يعمل ستورج. هو عموما السمبثيتك ده زي ما قلت لك اهو، وانت في وقت عركه ولا ما انسى بقى، انسى حاجه اسمها، انسى حاجه تخص الايه؟ الجهاز الهضمي. فيعمل اكشن وول وكونتراكت مين؟ فيعمل ريتنشن لمين؟ ريتنشن. يبقى اذا السمبثيتك
عن طريق الحركه اللي بقول لك عليها هي الوول والسفنكتر. السمبثاتيك ريلاكس الوول كونتراكس سفنكتر، يعمل ريتنشن لاربع حاجات، تنشن الفول باي بلادر اليورين الفيس، والتاني العكس. تمام كده؟ نستمر ولا؟ طيب اللي تعالوا بقى معانا بقى، انا كده اديتك المفاتيح اللي هي الرئيسيه بقى، بعد كده المفروض نمشي بقى بسرعه بقى. احنا هنقول ايه هو ال السمبثاتيك تو ثراسيك فيسرا اللي هي احشاء اللي هي الصدر، او سمبثاتيك تو ثوركس. اللي انا بتكلم عن حاجتين هارت و لانج، هارت و لانج. انا بيتهيألي انا المفروض انا شرحتها، بس انا هعمل، بس انت عايز اعيد تاني، هقولها لك تاني بسرعه. لما اجي اقول لك سمبثاتيك تو ثوركس، القاعده اللي يعني لما اقول اي منطقه بنقول دايما ثلاث حاجات اللي هو الاوريجن والريلي والفانكشن، بس انا دايما بقول لك ركز على الفانكشن عشان مش عايز اتعبك معايا. فعندك ده السبينال كورد، ودي الثوراسيك سيجمنت 1 و 2 و 3 و 4، في بعض الكتب بتقول لك 5، مش هتفرق معانا. ده الثوراسيك سيجمنت تي اللي بيطلع بقى النقل لما كان دلوقتي على اللي رايح لمين، رايح للهارت، ورايح لمين، للشعب الهوائية البرونكايال برونكيوز. بس مثلا بقول لك الخارج منين، تقول لي من الحاجة مش هقعد بقى يزيد بعيد، اوتونوميك موتور نيوكلاي، اوتونوميك موتور نيوكلاي ان لاترال هورن اوف ابر ثراسيك فور ثراسيك سيجمنت، ابر فور ثراسيك سيجمنت واحد واربعة. بيطلع بقى البريجنجليونيك، البريجنجليونيك دي قلنا بتعمل ريليف فين، قلنا في حاجه اسمها، فاكر انت بقى الثلاثه سيرفيكال اللي هم اللي هو سوبيريور وانفيريور وميدل سيرفيكال، وبعد كده عندك اول اربعه في التراسك، في شفنا في 3 سيرفيكال و10 12 تراسك جانجليا اللي هي اللاترال جانجليا. هو بيعمل ريليف هناك، ما تتعبش بالك في الحته دي يعني، ما توجعش دماغك. وبعد كده يطلع بقى بوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك دوت يتجمع في حاجه اسمها كاردياك بليكسس، ومش عارف حاجه اسمها بالمونري بليكسس، ويروح لمين؟ ويروح للهارت، ويروح لمين؟ يبقى الاسود ده اللي هو البري جانجليونيك، والاحمر ده اللي هو البوست جانجليونيك. والريلي فين؟ في الثلاث سيرفيكال اللي هو سبيروس سيرفيكال جانجليا وميدل فيون والاول اربعه، عليك كل ده كلام فاضي. ايه بقى الفانكشن؟ فانكشن لما اقول لك ايه الفانكشن بتاع السمبثاتيك، التاخير كده هيعمل ايه؟ هيعمل ستيميوليشن ولا انهبيشن الهارت؟ اكيد ستيميوليشن. اثناء الاكسرسايز انا محتاج القلب مين؟ الضربات تزيد. هتلاقي بقى في مصطلح عجيب شويه بس طبعا هنفهمه بعدين. بس لازم برضه لازم تتخيله او لازم تستوعبه شويه. حاجه اسمها كاردياك بروبرتيز، كاردياك ايه حكايه الكاردياك بروبس؟ ما هي اللي يقول لك خواص عضله القلب. ما هي مزايا عضله القلب؟ عضله القلب دي بتتميز باربع حاجات. حاجه اسمها ريزمستي، ريزمستي. وحاجه اسمها كونتراكتيليتي، كونتراكتيليتي. حاجه اسمها اكسايتابيليتي. حاجه اسمها كونداكتيفيتي. كل الحاجات دي هناخدها ان شاء الله في الكارد فاسكولار، ولكن لازم تعرف الريزمستي جاي من ريزم، ريزم اللي هو الريزم اللي هو الايقاع يعني. ريزمستي معناها هارت ريت. لما اقول لك ريزمستي معناها هارت ريت. وما معنى كلمه هارت ريت؟ اللي هي عدد ضربات القلب في الدقيقه الواحده، اللي هي 70 ضربه في الدقيقه. دي بنسميها هارت ريت. الريزمستي معناها قدره القلب ان هو يضرب بانتظام يعني. الكونتراكتيليتي معناها قدره عضله القلب ان تعمل كونتراكشن اند بوش بلاد، حاجه اسمها الاورطة. الاكسايتابيليتي، الاكسايتابيليتي معناها الاثاره او مدى الاستجابه المؤثر باللغه العربيه، مدى الاستجابه المؤثر. الريسبونس تو ستيمولس،
الكوندكتيفيتي كوندكشن ازاي الاشاره في العصبيه جوه القلب بتنقل من خلايا عصب من خليه اسف من خليه في القلب كاردياك ماسل سيل لكاردياك ماسل سيل كاردياك ماسل سيل ازاي بتمشي ازاي بتمشي كل الحاجات دي انا اخدها بالتفصيل الممل كارد باسكو. يبقى كل البروبرتيز يا جماعه مين اللي بيزودها؟ هو بارا الاسف اللي هو السمباثيك طيب يبقى بيزود مين البروبرتيز دي كلها؟ يعني واحد يقول لي مش فاهم يعني بيزود الريزمست بيزود هارت ريت ضربات القلب بدل ما تبقى 70 تبقى مثلا 100 120 بيزود الكوندكتيفيتي بيزود الباور كونتراكشن باور كونتراكشن بيزود الاكسيتابيلتي والكوندكشن بيزود الورك بتاع بيزود الشغل بتاع الايه؟ القلب ماشي؟ طيب نيجي واكيد طبعا طالما ازود الشغل بتاع القلب ازود الاكسجين كونسبشن زود السائل الاكسجين وازاي لانه وسع الكورونا لسه قايلها من شويه الكلام ده بالنسبه للبرونكاي والبرونكيوز كلمتين برونكو دايليتيشن توسيع الشعر وسع مين الشعر برونكو دايليتيشن او دايليشن توسيع لمين للشعر ده اللي هو سمباثيك تو مين تو ثوراك او ثوراسيك فيسرا لو خدنا بقى سمباثيك تو ابدومن برضو هتلاقوا يعني معظم الحاجات اللي خدتها برضو في اللي هي القاعده الذهبيه ديت بس بسرعه كده بسرعه كده السمباثيك وابدومن عايز نشوف السمباثيك اللي بيروح للابدومن اللي هي الاستومك اللي اسمه انتستن اللارج انتستن الليفر قلنا السبلين السبلين بيبقى موجود في الناحيه اللي هي الليفت يا جماعه الكدني في حاجه اسمها ادرينال مضله هنشوف الحاجات دلوقتي هنشوف الحاجات دلوقتي نيجي بقى لحكايه الاوريجين والريلي مش عايز اتوه يعني فيها كلام كتير وانا قلنا مش اوريجين ريلي مش 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 يعني يبقى دكتور معلش بقى بتاع في السيرجن مثلا في حاجه زي كده في الاوري بيهزر بقى بيستظرف يعني